موضوع قديم جديد، موضوع القمامة أو كده بالعربي الزبالة. في مطالبات إن يكون في شركات متخصصة إن هي تنزل وتتعامل مع هذا الموضوع، الشركات المصرية بيقولوا إنها مش قايمة بالواجب، في مطالبات أخرى بتقول إن لازم يتم إعادة تدوير هذه القمامة لإنتاج منتجات تانية تساعدنا في حياتنا وغيره وغيره وغيره. إلى متى؟ عيب قوي لما نبقى في 2012 ولسه بنتكلم على مشكلة قمامة في مصر. ملف خطير جدا وهيكون عندنا عنه فقرة خاصة جدا. النهارده معانا دكتور ليلى اسكندر، رئيس مجلس إدارة جمعية روح الشباب، هتكلمنا عن مشكلة القمامة. صباح الخير يا دكتور، أهلا صباح النور بحضرتك. يا حضرتك. يعني خلينا نبتدي الأول، بقالك قد إيه بتشتغلي على مشكلة البيئة والقمامة؟ بقالي بالظبط 31 سنة. طب يعني ما شاء الله، ده خبرة يعني ما وعمر. حدش فينا يتكلم بقى خالص، بقى تحكي لنا من الأول كده بقى خالص لآخرها. حاضر، هحاول. الموضوع النهارده أنت شايفه كده بايظ لأنه متلخبط. في شركات أجنبية، شركات مصرية ما عندهاش خبرة في القمامة لكن عندها معدات نقل، في مصانع سماد حكومية بيوصلها زبالة مخلوطة، أكل على رش، على خشب، على حاجات بلاستيك ألومنيوم، وفي جميع قمامة تقليديين جم من الأربعينات ومن الواحات برضو قبلهم، ابتدوا يعملوا العملية دي وتشطروا قوي فيها، بس هم لابسين جلاليب وكانوا زمان بيمروا بكارو، دلوقتي كلهم عندهم عربيات نقل. فدول التقليديين كبروا وكبروا إعادة التدوير، إن كل حاجة بيجمعوها بيعيدوا تدوير 80% منها بشكل بيع للمصانع ولا بإيه؟ طبعا هي سلسلة إمداد، بيبتدوا بالفرز، عناصر أساسية يعني بلاستيك، كرتون، صفيح، لكن البلاستيك ده بيعاد فرزه ل 12 صنف، وده كله بيتم في أحياء شعبية عشوائية. طيب يبقى ذنب مين ان هم شكلهم مش لطيف ومساكنهم مش حلوة؟ فعلشان كده حصل احتقار لهذه الفئة وللي بيعملوه، مع انه بيسترجعوا 80% وبيودوها للمصانع في النهاية، يعني مش بيرموها في البحر لانهم اساسا مدفوعين بدافع الرزق مش الربح، يعني هي مش بيطلعوا مليونيرات منها. ففكرة انه دول يلا بينا ننبذ كل اللي هم بيعملوه خلانا نتجه اتجاه خاطئ. رحنا دورنا على شركات مصرية، ده كان بداية في الثمانينات. الشركات المصرية ما عندهاش خبرة في السلسلة لكن عندها خبرة في انها تطلع عربية وتعمل صيانة وفي الميعاد وتوصل لمقلب، وابتدت السحابة السوداء، قالوا لا بطلوا المقالب، هاتوا ناس بتفهم في حاجة احسن. راحوا قالوا هاتوا الاجانب، بدل ما يقولوا نجيب اجانب على حتة صغيرة اسمها مدفن صحي، جابوا الاجانب ياخدوا المنظومة كلها. بس هم بحثوا على انه يخفضوا التكلفه، اكبر حته بتكلف في المنظومه كلها هي الجمع، عشان يخفضوا تكلفه الجمع راحوا حطوا لنا صناديق في الشارع. احنا ما ينفعش معانا صندوق في الشارع. التقليديين بقى دوكهم اللي احنا مش بنحترمهم بالقدر الكافي كانوا بيجوا لنا عند باب الشقه، فراحت الشوارع بقى كل اللي كان بيتاخد من المنبع من باب الشقه بقى ينزل الشارع. ف دي اصلا ثقافه اساسا. وبعدين الصناديق اللي بتتحط ده هيك حصل في اسكندريه، كانت شركه اونيكس لو نفتكر، لو حضرتك تفتكري طبعا. كانت ما تكفيش يعني، كانت العالم ما بتكفيش، فكانت الزباله بتبقى في الارض برضه. اولا ثانيا اتسرقت، والعقد اتسرقت. العقد بتاع الشركه ما بيقولش ان كل ما المصريين يسرقوا يا شركه لازم تبدلي، ده هيبقى خراب. حاجه تانية عندنا كلاب ضاله، حاجه خمسه عندنا 30% على الاقل من سكان المدينه تحت خط الفقر، وكلهم عايزين يعيشوا بعيد عن الجريمة، عارفين ان الكرتون ده مثلا له سعر فبينبشوا، تيجي الصبح تلاقي الصندوق مقلوب. هم شايفين واحد بينبش، مين هو ما يعرفوش، يقولك الزبال لانه مش لابس نظيف وحلو. فاختلطت الامور وحصل لخبطة جامدة. في نفس الوقت اللي حصل فيه كده التقليديين دول ما وقفوش، استمروا في انهم يجمعوا من اللي عايز، لانه حصل دلوقتي الفاتورة الكهرباء بندفع كلنا، ففي ناس قال لك انا مش هدفع مرتين والصندوق اهو هنزل. في ناس مثلا حي الزمالك رفض ان يتحط صناديق وقالوا سيبونا بالتقليدي، محدش يسالنا بندفع، هندفع لكم اللي انتوا عايزينه، بيدفعوا مزدوج وراضيين. لكن ده مش نظام، ما ينفعش انه تقول لمدينة ادفع مزدوج، او شوية انتوا تستحقوا شوارع نظيفة وانتوا لا، او الجمع من الباب لدولة ودول لا، يعني السيستم كله بايظ.
فلازم نرجع نراجع هو احنا عايزين ايه بالظبط وينفع معانا ايه، لان كل حاجه لها سياق. في اوروبا بيعملوا ريسايكلينج بيحطوا في صحيح 4 صناديق، طيب احنا في جمعيتنا عملنا تجارب ياما ملهاش اول ولا اخر على حكايه الفرز دي بتاعت اوروبا، ال4 صناديق ايوه والخام ما تنفعش. لكن في تجربه واحده استمرت معانا سنين كتجربه ومتطبقه في التنفيذ على ارض الواقع بقى لها 12 سنه في نويبع. اللي هي يا دكتور نويبع. نويبع لانه اما حاولنا نعملها في القاهره تجربه، طبعا عملناها في 3 احياء، نجحت في واحد وفشلت في الثاني ومتوسط في الثالث، فده كانت نتيجه بحث. ايه طيب ايه التجربه؟ ايه اللي ما جينا نعممها على المدينه؟ الحقيقه قدمنا البحث ده بحث علمي اترفض اياميها، ما حدش صدقنا، قالوا لا لا برضو التقليديين دول برضو جامل بقى، احنا عايزين نبقى زي اوروبا يا جماعه، ما ينفعش ما فيش فايده. فقلنا طب يلا نطلع في حته محدش باصص عليها وفيها مشكله. اياميها كان في جمعيه لسه رائده اسمها جمعيه حمايه، يراسها المهندس شريف الغمراوي، فكر متطور وشاب وكده، فقال يلا تعالوا جربوا معانا. عملنا الفرز الفصل من المنبع، يعني الناس ترمي الزباله، الناس كانت متصوره ايه فرز هقعد على المطبخ واقعد انا، لا مش انتوا، وانتوا بترموا الحاجه، فغيرنا السلوجن بقى اصبح ارمي الاكل في كيس وباقي الحاجه في كيس. فسهله سهل. وما شرطناش على حد يرمي كده ولا يحط الصندوق شكله كده ولا حاجه، زي ما تيجي عندك. فالفندق عمل حاجه، الكافيتيريا حاجه تاني، المنزل حاجه ثالثه، كل واحد حر. طيب افتراض انه كل العضوي لازم يروح لمكان ما ويتعمل بيه حاجه واحده، ده برضو خاطئ، لانه كانت الفكره اياميها في التسعينات انه لازم يبقى مصنع سماد. طب بس عندك السياق بقى بتاع نويبع، فيه بدو عايزين الاكل عشان يربوا الغنم، لانه المطر مش بينزل والحريم بيطلعوا يرعوا غنم ابعد وابعد، عايزين ده، فلازم كل حاجه لها سياق. معنى كده في القاهره هنقول يلا نربي غنم؟ لا، فده الغلط، ان احنا ما بقيناش نبص على السياق ونقول يلا نعمل باترون يناسب المدينه او الحته دي. فابتدى الاكل يتجمع مفصول ويروح لقبيلتين، المزينه والترابين، كلهم مبسوطين ومش بيتخانقوا يوم ويوم. والصلب بيجي لحته اسمها محطه وسيطه، او بالفرنجي ام ار اف، Municipal Recovery Facility، اللي هو فيها خلاص ما بقتش قمامه، بقت موارد، لانه الاكل ما جاش عليها اساسا، فهي بلاستيك بلاستيك، كرتون كرتون، صفيح صفيح. بس في المحطه شباب لا هم جميع قمامه ولا زبالين ولا حد، بيدوروا على شغل، لان كل طن بيولد 7 وظائف، خلي بالك، كل طن بيولد، كل طن قمامه بيولد 7 وظائف. بس على شرط انك تبعد الاكل، كل طن بقى موارد بقى، هنبطل نقول عليها قمامه، يعني بلاستيك وكل حاجه. فالخطوه بقى اللي هي اللي اسمه بلاستيك ده لازم اصنفه ال 12 صنف، والورق ال6 اصناف، والكرتون اللي كذا، دي بتتم في المحطه الوسيطه، والشباب يشتغلوا بجوانتي ونظافه وشياكه، لكن مش مصنع بقى اللي هو الراسمال الاستثمار اللي معرفش ايه، لانه اللي بنسمعه دلوقتي هو يعني امتى هنجيب شركات عملاقه تعمل اعاده تدوير؟ هي موجودة بس مش عملاقة. طب بسأل حضرتك بس يعني على حاجة، الشركات اللي موجودة في مصر دلوقتي اللي بتدير عملية جمع القمامة وإعادة يعني تهيئتها مرة تانية إن هي فعلا تكون موارد، الشركات دي مصرية ولا شركات أجنبية؟ شوفي عندك 3 أصناف، في شركات أجنبية مضوا معاها عقود في القاهرة 2003 ودلوقتي بيدوروا على ازاي اللي احنا سمعنا عنها وشغاله بقالها مده. كويس، عندك شركات مصريه غير متخصصه في اعاده التدوير وفي القمامه عموما، لكن عندها معدات نقل بتعرف تنقل، وعندك شركات من الجماعه التقليديين اللي كان زمان اسمهم زبالين ابتدوا يرخصوا، عندهم شركات اكتر. عنصر في الثلاثه دول ممكن نستفيد منه ايه؟ الشركات الاجنبيه مثلا دخلها اكبر، فاحنا محتاجين ان احنا نديهم القمامه الموجوده في الشارع، ولا المحليين هيستفيدوا منها اكتر؟ بس هي مش موضوع استفاده بحته، المنظومه منظومه صحه عامه، مين اللي هيجمع لي اكبر كميه علشان عيالي ما يعيوش، ومين اللي هيرجع لي الموارد ويعيد تدوير؟ احنا عايزين نتخلص منها وعايزين نستفيد منها. صح، برافو عليكي. الاكثر واحد هيعرف يعمل كده هم الثلاثه الحقيقه، لان كل واحد له دور. الجمع المنزلي اليومي ما حدش في الدنيا هيعمله بانتظام غير التقليديين، كويس، ولكن علشان تبقى مهنه كريمه وعايزين ندخل فيها ناس تانية، دول مش هيقضوا المدينه، دول يا دوب هيغطوا نصها،
طيب انا ازاي اقول لشاب مصري تعال اشتغل في المهنه دي وهي بتعرضه لقذورات وشكل ومنظر وحاله اجتماعيه صعبه؟ ما ينفعش. وبعدين امتى بقى هنتطور؟ ده هم نفسهم التقليديين بيقول زهقنا من الكلام ده. وفي تجارب في الفلبين وفي الهند وفي امريكا اللاتينيه نجحت، مجرد ده كيس وده كيس، ومحدش بيوزع اكياس، كلنا عندنا اكياس، لانه البلاستيك ده خطر قوي على البيئه، مش عايزين نكتر منه. والعربيه بتبقى مقسومه نصين ومتلونه لونين، وخلاص الموضوع بيمشي خلاص بسهوله. جزء من الثقافه بعد كده. احنا لما عملنا التجربه، تعرف احسن حي كان الزاويه الحمراء، واوحش حي كان المعادي. ايوه، لانه المصريين العاديين الطبقه المتوسطه، اولا اللي واقف في المطبخ الست نفسها مش حد بيساعدها في البيت طبعا، فلما بتبلغ الرساله بتاع التوعيه هي بتنفذها. نمره اتنين انه هي متعلمه فاهمه، وبعدين قبل ما تبقى حضاريه كانت جايه من بلد ما، كانت بتربي ارانب وعش، فجايه بالعاده اوريدي ان هي بترمي الاكل لطيور وارانب وما اعرفش ايه، فمش صعب عليها، بتحط الكيس فوق الحوض على الحنفيه وبتحط قشر الخضار وبتاع، فيري ايزي. المهم انه دلوقتي بنقول كل الادوار مين هيعمل ايه. الجمع اليومي من المنزل التقليديين لا مفر. طيب اما بقى السلسله هينقلوها لفين؟ عندك خيارات. ده الجميل، المدينه متحاطه باربع مصانع سماد حاليا، ثلاثه تعبانين جدا وواحد هل بس. بتابعين للحكومه كلهم ايوه، ولا لا في واحد خاص، ده في واحد الوحيد خاص؟ اللي بيكسب خاص مش كده؟ فالثلاثة التعبانين دول لو وصلهم الأكل اوريدي مفصول هيكسبوا. حلو، تمام. لكن عندك خيار آخر، ممكن تطلعي منه غاز الميثان، ممكن تبتدي تفتحي محطات تانية، أدي العضوي، وخيارات أخرى مش يعني فيش وقت ندخل فيها. أما الصلب اللي هو مش أكل، هنعمل فيه إيه؟ اوريدي عندك 1500 ورشة صغيرة بيعملوا سلسلة الإمداد، بيفرزوا فرز أولي وفرز تاني، وبيكسروا وبيغسلوا وبيخرزوا وبيوردوا للمصانع هل ده في العملاقة. حي، ده في حي زبالين تحديدا ولا في أماكن أخرى؟ في 5 أحياء 5 أحياء. للزبالين. أيوة، فأنت اوريدي عندك، فاكر حكيت لك قصة نويبع، قلنا إن في محطة وسيطة أيوة. اللي هي دي هم محطة وسيطة، فبتعتبر إنه ال5 أحياء دي بالطريق الشعبي العشوائي، قوموا لنا في المدينة 5 مناطق طيب وسيطة للفرز. انا بقى عايز ارجع للصور، معلش احنا عايزين نبتدي، لو نقدر نرجع تاني من الاول نشوف الصور دي نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل، يعني احنا فين هنا. نرجع بقى تاني معلش بعد اذنكم نشوف بقى الصورة صورة ونتكلم عنها دي احنا ايه دي بيحصل. تجربة اللي عملناها في نويبع وفي البيوت هنا في مصر. اللي عنده كيس بلاستيك وعايز يحط ماشي، ولكن هي مش بتتطلب 2 باسكت على فكرة، يعني هتشوف صور تانية جاية، لكن اهو المنظر بيبقى كده، كل حاجة اكل في كيس، كل حاجة مش اكل في كيس. اوكي اللي بعده. وادي العربية اللي بتستقبله ده نظام بيتطبق في مانيلا، متلونة وكل حاجة. عادي، مش شرط الحجم ده. المحطة الوسيطة بقى، شايفة الورق اللي هو اتفرز بقى خلاص نضيف، اقدر اقول لأي شاب مصري يجي يعمل بكرامة. دي نويبع، دي نويبع. بتترص فيها الحاجه. بص على البلاستيك شكله نظيف وجميل ازاي، مش عيب اي حد يمسكه. جامع القمامه التقليدي زهق من الوساخه، عايز يشتغل بنظافه. ده في الفنادق بتاعت نويبع. الفنادق سهل جدا عليها لانه المانجر بيؤمر خلاص بيتعمل، فبيتنفذ. وعندها مساحه في ظهر كل فندق، اوضه ثلاجه مكيفه علشان الاكل ما يطلعش دبان لحد ما العربيه تيجي. هنا مفصول القطن ده جاي من مصانع، تصوري لو عملنا كده والوظائف اللي هنخلقها. طبعا مصنع دي جمعيه حمايه البيئه من التلوث، مشروع للبنات بيعيدوا تدوير القماش نضيف بقى، ما حاجاش عليه اكل ولا حاجه، من المصنع على طول للجمعيه، قصايص بدل ما تتحط في مدفن بيقولوا عليه صحي، هو مش صحي ده، الحاجه دي بتنزل في بطن الارض وتقعد 500 سنه على ما تتحلل. ده بقى بيعاد تدويره وبيتعمل منه منتجات. ادي الالومنيوم، ده الطن بتاعه يوصل من 6 ل 8000 جنيه في الطن، فالفلوس بتيجي من كده. بس ايه، لازم يبقى في فرز يدوي، لالا نخسر وظايف ونغلط غلطه العمر، علشان دي فرصه توظيف شباب هائله. طب ده الصورة دي يعني فين؟ دي في وجه بحري في اجا. ايه بقى؟ في اجا.
اجا ايوه يعني الناس فاكره انه بس هم الزبالين التقليديين، ابدا كل مصر بتعمل كده، لف البلد من اولها لاخرها في كل البلاد في ناس، بس بيسموهم مره سريحه مره ما اعرفش ايه، الاسامي بتختلف، لكن هم كلهم فقراء مصر عايزين يعيشوا بمهنه شريفه بدل الجريمه، طبعا وبيطلعوا يدوروا على فلوس من الحكايه دي. ده هنا برضه نفس ده القصة. بيفرز البلاستيك ل 12 صنف اللي هو احنا بنقول عليه بلاستيك، بالنوع هاي وهم يعرفوا دنسيتي لو دنس، يصنفوه. بالحجم وبالاشكال مختلفه علشان هو عارف هيوديها فين. بص هنا في الصوره كله ازرق، ففي سله فهمت. امداد اللي قبله فرز بطريقه عارف الزبون عايزها ايه. مصيبتنا هي ان كل ده بيتم في احياء شعبيه وما بنحترموش، بنقول عليه لا 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 ده وحش جدا، ازاي عايزيننا نكمل كده، امتى هنتطور ونعمل مصانع وبتاع. هو ده لازم يتطور، انا معاك، لانه في مخاطر بيئيه وصحيه برضو، طبعا بس مش بانه نقتله ونبيده، ما ينفعش نزرع، ندخله لازم في تاني في بديل. المنظومه ويبقى ليه شكل مقنن ومحترم ويبقى بروفيشنال زي ما بيقولوا وده يعني. اللي ابتدت بقى جمعيه روح الشباب تعمله من ايه ثلاث الخطوه؟ انا سنين عايز اعرف بقى ايه بقى الحل؟ في حل؟ كتير، حلول كتير وكلها حلوه ان شاء ان الله. شاء ان الله. شاء الله. اولا احنا نزلنا ميدان التحرير ايام الثوره وحطينا صندوقين ايوه والشباب نزل صح، وابتدينا نعمل توعيه، فاللي حلو في الموضوع ان كل اللي عدى في الميدان كان عنده عايز، فكرة. اوكي، ففي استعداد وقبول، والناس من كتر ما زهقت من منظر الشوارع مستعده، صح ففي استعداد صح وفي قبول، وفي التجارب اللي عملناها بتقول هينفع، ونفس الناس اللي بتجمع بتقول احنا مستعدين ننزل بشوالين جنيتين مقطف اي حاجه. كويس. العربيات جاهزه هتتلون، مصانع السمات جاهزه، هل ده مشروع فعلا مثلا؟ يعني ايه اللي حصل يعني؟ هل ده ابتدينا الخطوات نعمل اللي تم توعيه فيه؟ لسبع احياء: المرج، البساتين، النزهه، مصر القديمه وغيره، على اساس بنشتغل مع مجتمعات محليه، جمعيات، مساجد، انديه شباب، كشافه، محو اميه، تعليم كبار، على المستوى المجتمعي في بتاع 200 متطوع في كل حي من الاحياء السبعه اللي ذكرتهم دول، بداوا يلفوا على البيوت ويقولوا للناس وللمتاجر وللمدارس وهكذا. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه التقليديين دول اللي لازم بقى يرجعوا يلموا لازم يبقوا شركات، ما ينفعش طبعا. يبقى اسم متعاهد ياخد رخصه ادي له 3 جنيه على الشقه، الكلام بتاع زمان ده ما ينفعش. فسجلنا 17 شركه. ثالثه رحنا لمحافظ القاهره ورينا له، جبنا له 17 شركه، فرح جدا وقال يلا نغير طريقه طرح الخدمات دي بشكل يناسب حجم الشركات، ما تروحش منطقه جنوب القاهره كلها، لا هطرحها نقسمها. حي حي، لانه امكانيه الشركات دي على قد حي، فدي جاريه لسه ما تمتش بس تم الاتفاق عليها وصدر قرار من المحافظ. نمره 4 انه ما يطلبش من دول انه يبقى في سابقه خبره قبل يوم الاشحار، يعني هم سجلوا الشركات بس بقالهم 60 سنه خبره، القانون دلوقتي بيقول مش هعترف لك باي حاجه قبل يوم ما سجلت الشركه، طب ازاي؟ فدي بتتغير. دي فيما يخص الجامع وهينزلوا المناقصه. دلوقتي هيئه النظافه فاكره انهم لسه عايزين جنيه على الشقه وما اعرفش ايه، مش هينفع كده، في حوار مع هيئه النظافه، لا ده عايز عقد زيه زي اوروبا 2000 اللي هو بياخد مثلا المعادي وتورة ولا المعصره ولا الحلوان ب 50 مليون جنيه، يعني ليه ده والتاني لا. بعد كده الخطوه الثالثه الورش. طيب ما احنا قلنا عايزين نقننها، طب ما هي مش مترخصه اساسا، فماشيين في الترخيص، طلع لنا قانون ضرائب بيقول انا حاسبك على الضرائب من يوم ما اشتغلت مش من يوم ما سجلت، ارجع للماليه. واللي بيساعدنا في كده لازم اذكره من قبل الثوره ايوه هيئه الاستثمار. هيئه الاستثمار. يا دكتور واضح ان في يعني خطوات مجهودات جادة. وخطوات خلاص يعني مشيتوا فيها، واضح ان هي يعني خطوات ناجحه، بس اكيد الدوله كمان ليها دور، الحكومه ليها دور، وزاره اساسي البيئه ليها لازم يكون بالظبط، ليها دور اساسي، وجمعيات دور زي اساسي. حضراتكم ابتدت تتعاون فاتمنى ان انها تكون الوسيط في دوت يعني، ودي اهم حاجه يعني. طيب احنا الكلام ما انتهاش عند كده، احنا لازم نشوف الخطوات ديت بشكل فعلي، كل خطوه هتعملوها، كل حدث هيتعمل، كل منطقه هتبتدوا فيها، هنكون معاكم من خلال كاميرا نهارك سعيد في الاستوديو وفي المكان، علشان خاطر احنا معتقد يعني احنا نعتقد ان احنا لازم ندعم حاجه زي كده، وده مهم جدا لان دي ثقافه في الاول وفي الاخر، واحنا ويا عايزين رب نغيرها. المشروع ده ينجح. دكتور ليلى اسكندر رئيس مجلس إدارة جمعية روح الشباب، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا ميرسي، النهارده. انا اللي ميرسي ليك. بشكرك. ميرسي. طيب هنروح لفاصل ونرجع من القمامه لمشكله تانية، مشكله سرقه العربيات.
انا الحقيقه الموضوع يعني هنعمل ايه طيب، بس اهو النهارده لازم نكمل ان شاء الله ونحاول نحسن. هنروح لفاصل ونرجع تاني لايف على نهارك سعيد، خليكم معانا.